السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الجامعة، مش هنقول ثانوي خلاص. ده أهم فيديو بقى. ليه؟ الفيديو ده فيه الكليات اللي بقترحها عليك، واللي كل الكومنتات في الفيديوهات اللي فاتت بتسأل على الكليات اللي ممكن تدخلها بمجموع قليل. واتفقنا على ايه في الفيديو اللي فات؟ ان انتم قدامكم اختيارات كتيره جدا، عايزين نثبت ده بقى في الفيديو ده ان شاء الله. ركزوا معايا، بس لازم تكون ماسك ورقه وقلم. ليه؟ في حاجه مهمه جدا لازم تكون عارفها في الرغبات. في الرغبات النتيجه بتبدا بتجي لك النتيجه بتاعت التنسيق بعدين انت بتكتب، ما بتكتب الرغبات، لان في طلبه مش عارفه الحته دي، بتقول انا عايز اشوف الكليه جابت كام الاول. ما ينفعش، لازم انت تكتب الرغبات الاول بتاعت المرحله، وبعد كده تجي لك الكليه المناسبه ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن المجاميع من تحت 70%، بمعنى ان احنا هنبدا في الجزء الاول في نفس الفيديو. هقسم الجزئين، الجزء الاول لعلمي والجزء الثاني لادبي. بالنسبه لعلمي هتكلم على مرحلتين. لو انت جايب من 60 ل 70، ايه الكليات المتاحه ليك؟ ركز عشان ده مهم جدا. ايه الكليات المتاحه ليك؟ ولو انت جايب من 50 ل 60%، ايه المتاح ليك؟ خلينا في 60 ل 70. في 60 ل 70 يا جماعه في كليات متنوعه وكثيره جدا، والكليات نفسها جواها اقسام متميزه جدا. فمثلا في لتحت 70% الزراعه بتفضل موجوده، بنتكلم على تحت 70، الزراعه بتفضل موجوده في بعض المحافظات. يبقى انت لما تكتب زراعه اكتب محافظات متعدده. بعد ما تكتب المحافظه بتاعتك اكتب باقي المحافظات اللي تتاح ليك تقدر تكتبها اكتبها. الزراعه كمان فيها قسم حلو جدا اسمها بايوتكنولوجي، ده قسم فعلا مميز، والطلبه الاذكياء هم اللي فاهمين كويس بيكتبوا القسم ده فعلا وبيحبوا يختاروه، بس هو مش موجود في كل الكليات القسم ده. كليات يعني. تمام، يبقى زراعه اكتب عندك، اكتب لو انت جايب من 60 ل 70 يبقى الكليات المتاحه ليك زراعه، بتنزل للدرجات دي، للكليات، للقسم ده او للجزئيه دي او للنسبه دي اللي هي بين 60 ل 70. حلو. التربيه الرياضيه طبعا احنا عارفين انها موجوده، بس لازم تكون عامل الاختبارات. معهد فني تمريض، معهد فني تمريض بيكون موجود الخاص بسوهاج، بينزل مش الكل طبعا، بس ولكن معهد فني تمريض الخاص بمحافظه سوهاج بينزل، فده هنيئا لطلاب سوهاج بالمعهد ده بصراحه. وبتاع جنوب الوادي برضه، معهد فني تمريض جنوب الوادي، يعني اللي هو من سوهاج وجنوب الوادي يكتب الحاجات دي. في عندك كمان تربيه طفوله مبكره، اسمها طبعا تربيه طفوله مبكره، وفي تربيه ابتدائي اللي هو تعليم اساسي يعني، بس مش في كل المحافظات، في محافظات معينه ولكن بتنزل زي كفر الشيخ، كفر الشيخ بينزل فيها دايما التنسيق في تربيه ابتدائي. طيب كليه اسمها العلوم الزراعيه البيئيه، بس دي مش موجوده غير في العريش بس، عشان بس دي بتوع العريش فقط لا غير. طيب في كليات تاني طبعا، في تكنولوجيا، في كليات خاصه بالتكنولوجيا اسمها التكنولوجيا والتنميه وعلوم زراعيه. ركز معايا، التكنولوجيا والتنميه وعلوم زراعيه، قسم علوم زراعيه يعني، ده قسم حلو جدا موجود في بعض المحافظات زي الزجازيك. انا بحاول الم اللي في الجمهوريه كلها. طب حد يقدر يدخل من بره المحافظه؟ طبعا، عشان تسالني السؤال ده اكيد تقدر تدخل من بره المحافظه. انت اساسا ركز معايا، اقول لك حاجه مهمه، وانت بتكتب الرغبات طالما الكمبيوتر جبل معاك كليه معينه يبقى دي متاح ليك انك تدخلها، لان لو غير متاح ليك الكمبيوتر مش هيقبلها، يرفضها اساسا وانت بتقدم على التنسيق. حلو جدا. على فكره وفي تمريض اسوان كمان بتنزل للمرحله دي، تمريض اسوان. وفي عندك بقى درع علوم، كليه درع علوم، وكليه اداب بقى بالاقسام المتنوعه بتاعتها. كليات التجاره اكتب عندك التجاره، التجاره انتساب، تجاره انتساب في علمي بتنزل باقسام كتيره جدا في محافظات كتير. عندك كليه تربيه، كليه تربيه، تربيه اسيوط مثلا، تربيه اسيوط السنه اللي فاتت خدت من 282 282. التجاره بانواعها زي ما قلنا، والتجاره دي مهمه جدا جدا. طيب هل يا ترى دول بس؟ في كمان في معاهد بقى بس بمصروفات. معاهد المصروفات دي بتبقى موجوده يعني بمصروفات بتبقى عاليه شويه، بصراحه ما بفضلهاش قوي
الا اللي هم ايه مرتاحين ماديا يعني، لان هي بتحتاج مصاريف كتير شويه كتير شويه. تمام؟ الكليه دي كلها متاحه ليك، كل ده انت تقدر تفكر فيه وتفكر يا ترى انا محتاج ايه فيهم، حقوق بانواعها، حقوق بانواعها، كل ده متاح ليك. دار علوم طبعا، تربيه نوعيه باقسامها المختلفه، ده كل ده اللي جايب من كام؟ من 60 ل 70%. كليات اداب بانواعها المختلفه، كل ده من 60 ل 70. طيب افرض بقى مجموعه انا جاي لي بقى من 50 ل 60، هل في حاجه ان الكليات دي هتنزل في الخمسينات؟ انا جايب خمسينات. ايوه، في حقوق انتساب بتنزل وتلحقها. فمثلا حقوق انتساب اسيوط السنه اللي فاتت خدت من 245، احنا قلنا الطريقه، عايز تعرف النسبه اكس 245 على 410، خدت 245 ونص بالظبط. واداب انتساب، حقوق انتساب بانواع مختلفه، واداب انتساب يعني باقسام متنوعه، كل ده موجود معاك ونزل موجود من 50 ل 60%. تربيه بني سويف رياضه، خلي بالك تربيه رياضه بني سويف السنة اللي فاتت دي خدت من 242، تربية بني سويف رياضة. آداب انتساب المنيا موجودة معاك، آداب انتساب المنيا خدت السنة اللي فاتت من كام؟ من 242. طيب في تربية بقى السويس موجودة برضو، في فني تمريض عين شمس، تخيل فني تمريض عين شمس خد من 240 السنة اللي فاتت. في عندك اقتصاد منزلي في بعض المحافظات. تربية نوعية الفيوم، كل ده اكتب لو ما كانتش هتنسى. تربيه نوعيه الفيوم خلت من 239. تربيه رياضه المنيا خلت من 239، تخيل مجموع 239 تربيه رياضه المنيا. وتربيه بانواع مختلفه بقى، تربيه فنيه المنيا، تربيه فنيه متاحه ليك برضه. تمام؟ عندك كمان معاهد بقى، زي مثلا معهد الفني او المعهد العالي الكندي للتكنولوجيا، ده بس في التجمع الخامس بس. حلو، في خدمة اجتماعية أسوان موجودة، كل ده متاح ليك. في عندك تربية طفولة في بعض المحافظات زي العريش، في خدمة اجتماعية في أسيوط. تمام، في تربية رياضية دي موجودة معاك، موجودة معاك. السنة اللي فاتت خدت على فكرة من 50%، مش فاكر يعني تقريبا يعني 50% 51 حدود دي يعني. خدمة اجتماعية بقى في أماكن مختلفة. بعد كده في عندك الفني التجاري بأسيوط، ده معهد، معهد فني تجاري بأسيوط خد من 231، وده مش مصروفات ولا حاجه يعني، في معاهد مش مصروفات يا جماعه، ممكن تحاول تدخلوها بلاش للمصروفات دي عشان خاطر مصاريفها كتير. في تربيه نوعيه موسيقيه في المنيا، دي خدت من 229. في تربيه تعليم ابتدائي أسوان، تخيل تعليم ابتدائي أسوان 229، حلو جدا. في بقى معاهد زي ما قلنا مختلفة، وفي معهد زي المعهد اسمه معهد الإدارة، معهد إدارة شعبة النظم، ده في كذا محافظة زي كفر الشيخ موجود. معهد فني تجاري ده موجود في كذا مكان. تربية أطفال أسوان تخيلوا خدت من 226. الأماكن البعيدة دي يا جماعة بتاخد من يعني من درجات قليلة. معاهد، شوف شوف أنا قلت كم كلية وكم معهد، كتيرة جدا جدا. تربية نوعية موسيقية أسيوط 224. فأنا أرجوكم أنتوا يعني هيبقى قدامكم حاجات كتيرة جدا، فكر بدل ما تقعد تبقى زعلان وبتاع، لا ده أنت قدامك حاجات كتير ومتنوعة ومعاهد، ده أنا بقول جزء بسيط. إن شاء الله لما تلاقي نفسك بتقدم هتلاقي الكمبيوتر فتح لك حاجات كتيرة جدا 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 تقدر تدخلها. تخيل تربية الوادي الجديد رياضة خدت من 219، تربية أسوان رياضة خدت من 219 هي وسوهاج، تربية رياضة سوهاج وأسوان من 219. شوف مجموعة كده هتلاقي إن هي يعني تربية رياضة اللي شغالين دلوقتي ما شاء الله شغالين 100 100، يعني كلية قسم حلو جدا. كل ده في الخمسينات، تخيل كل ده في الخمسينات، وفي أكتر من كده بكتير. طيب أنا قلت التربية الرياضية صح كده؟ في بقى معاهد الخدمه الاجتماعيه طبعا متنوعه، وفي كمان معهد اسمه معهد الوادي العالي للعلوم الاداريه بس برضه بمصروفات. انا بصراحه ما بحبش موضوع المصروفات ده، لان كفايه الطالب صرف كتير جدا جدا، فمش عايزين كمان نكلفه في مصاريف جديده.
كل ده يا جماعة متاح للقسم الايه؟ العلمي. طيب لو انا قسم ادبي يا ترى افكر في ايه وادخل ايه؟ برضو نفس الكلام، هنشوف من 60-70% ايه الكليات المتاحة ليا لو قسم ايه؟ ادبي. عندك تربية ابتدائي، تربية ابتدائي موجودة بتنزل في بعض المحافظات. اكتب عندك تاني كلية اداب في كذا محافظة، يعني مثلا اداب بني سويف خدت 263، شوف مجموعة. تجارة بانواعها المختلفة وحقوق بانواعها المختلفة، كل ده في الستينات، يعني بين 60-70. شو قلنا كام كلية؟ في تربية تعليم ابتدائي بتنزل في بعض المحافظات، تربية نوعية بأقسام مختلفة، حقوق بأقسام مختلفة، وتجارة وتربية عام في بعض المحافظات. ما شاء الله، ما احنا قلنا مش هنقول محافظة ايه، لأن المحافظات دي يعني بتتغير، بتبقى نسب يعني. فأنت أهم حاجة إن الكلية متاحة ليك، الكليات دي متاحة ليك. آداب بأنواعها وحقوق بأنواعها قلناهم، انتظام وانتساب، يعني مثلا لو أنت في الستينات من فوق يبقى هتلحق انتظام، طب في الستينات من تحت يبقى تدخل ايه؟ انتساب. حقوق بني سويف خدت من 255، حقوق بانواع، حقوق طنطا خدت من 255 برضه. في عندك دار علوم المنيا خدت من 252، حقوق بقى انتساب، ودار علوم انتساب، وتربيه نوعيه وتربيه ابتدائي، كل ده اقسام متاحه لي، خدمه اجتماعيه وسياحه وفنادق، سياحه وفنادق في بعض المحافظات خدت من 245، سياحة فنادق المنيا خدت من 246، خدمة اجتماعية بأنواعها المختلفة بتاخد من 240، 43، 42 في الحدود دي، ممكن تنزل 240 كمان. تربية نوعية بأقسامها، تربية نوعية موسيقية مثلا، تربية نوعية موسيقية تقريبا باختبارات قدرات، راجعوا اختبارات قدرات شوفوا من 5 ولا لا اللي هم بيحتاجوا قدرات، زائد طبعا المعاهد والكلام ده كله. طيب لو انا بقى جبت في الخمسينات ده جاي ادبي، في الخمسينات ايه اللي متاح عندي؟ ركز معايا، في بعض كليات التربيه زي تربيه نوعيه بتنزل، في مثلا تربيه نوعيه فنيه اسيوط خدت 239، تربيه رياضيه طبعا معانا، في عندك معهد عالي خدمه اجتماعيه موجود، معهد فني تجاري، تربيه فنيه ببعض المحافظات حلو، وفي عندك كمان اللي هي المعهد العالي للغات، المعهد العالي للغات ده حلو جدا على فكره، بيعلمك لغه وبيطورك. معهد بعد كده ايه تاني؟ في معهد العالي للاعلام وفنون الاتصال، المعهد العالي ده مثلا خد السنه اللي فاتت من 233، تربيه نوعيه فنيه في المنصوره مثلا خدت من 233، في عندك تربيه رياضيه، احنا قلنا تربيه رياضيه بانواعها المختلفه. طيب في عندك معهد الفني للفنادق، ده برضو موجود في تقدر تكتبه. التربيه النوعيه فنيه بورسعيد، على فكره التربيه النوعيه فنيه بورسعيد خدت السنه فاتت 229. عندك حاجات كتيره تاني، معاهد، بص هتلاقي انواع معاهد كتيره جدا جدا جدا. تربيه نوعيه موسيقيه اسيوط خدت من 228. المعهد العالي للتكنولوجيا الاداره والمعلومات في المنيا خدت من 227، وده كتير بيدخل على فكره من 227. شوف ده كل ده متاح ليك. هل انت دلوقتي في تربيه نوعيه الفيوم، تربيه نوعيه فنيه خدت 223، شوف مجموعه كام، هتلاقي ان ما شاء الله قدامك حاجات كتيره جدا جدا جدا. تربيه نوعيه فنيه المنصوره 222، ده كمان ممكن تنزل كمان يعني، ده كده وممكن حد كمان تنزل. كل ده متاح ليك لما يكون جايب في الخمسينات. ده غير خلي بالك عشان ما انساش، اي حاجه عايز تسال عنها عن مجموعك اسال في كومنت، على فكره ممكن اخر بس في الرد عشان ضغط الرسائل، ولكن برد ولو بعديها بفتره برد على الكل. فانت لو انت اي حاجه عايزها تحت امرك ان شاء الله. في بقى معاهد التكنولوجيا كتيره جدا تقدر كمان لو انت جاي في الخمسينات تدخلها، فيها اللي بمصاريف وفيها اللي من غير مصاريف، طبعا هو بيزود في المصاريف شويه يعني، مصاريف هتلاقيها كتيره شويه. في بعد كده عندك ايه؟ المعهد العالي للسياحه والفنادق والارشاد السياحي، ده برضه موجود معاك. في تخيل تربيه رياضيه بتنزل معاك جدا ل 50%، تربيه رياضيه بانواعها المختلفه. كل ده متاح ليك، اعتقد يعني انت كده مش محتاج اي حاجه تاني.
ما ينفعش بقى ان انا احدد لك كليه واحده معينه، ما ينفعش. انا ما هو ربنا اعطيك الحمد لله يعني كليات كتير متنوعه. انت بقى عليك انك تنظم رغباتك في الكليات دي لحد ما تيجي المرحله بدايه المرحله بدايه ما تقدم يعني، وتبقى انت جاهز بانك تكتب الكليات المناسبه. ان شاء الله تنسوش لايك عشان تتابعوا اي فيديوهات ان شاء الله تنزل، واي كومنت لو انت محتاج اي حاجه تحت امر كل الدفعه دي انا تحت امركم ان شاء الله. ربنا يوفقكم، السلام عليكم.